السلام عليكم، مرحبا بكم في فيديو جديد. كما سبقوا ذكرت لكم في الفيديو السابق ملي درنا جولة في اسكودار في الجهة الآسيوية، قلت لكم الفيديو الجاي غادي نتكلم لكم على هذه القلعة اللي جات وسط البحر، كتسمى كز كولاسي، يعني باللغة العربية برج الفتاة. كز هي الفتاة والبرج هو الكولي. بغيت نتكلم لكم عليه حيت هذا البرج حير ناس من قديم الزمان، لانه باقي لحد الان ما معروفش امتى تبنى بالضبط وكيفاش تبنى والشكل ديالو كيفاش تبنى في الاول كان مختلف على هذا الشكل، وايضا القصه والحكايه من مورا هذا القصر. كاين بزاف ديال الروايات بزاف ديال الحكايات، ولكن وحده اللي اغلب الناس اجتمعوا عليها وقالوا بان هذه هي الحكايه الحقيقيه حتى هي غادي نذكرها لكم ان شاء الله وصل الفيديو. يلا اجيو معايا باش نوريكم كيفاش يمكن لكم تمشيو ليه وشحال كتخلصوا والتفاصيل ان شاء الله. الزورق الصغير هو اللي باش كتمشي للجهه الاخرى، يعني حيت هو جا وسط البحر، ملي كتخلصوا التيكي ديالكم كتسناو، كيجي كل 10 دقائق 15 دقيقه كيجي واحد، يعني ما كاينش غير واحد، كاين تقريبا واحد شي جوج ولا ثلاثه. بالنسبه للتذكره كتاخذوها في هذا الكشك هذا اللي انا غادا ليه. بالنسبه لتوقيت العمل ديالهم من 9 صباحا حتى ل 6 ونص مساء. التيكي يساوي 40 ليره للناس العاديين و20 ليره للطلبه، 40 ليره تقريبا واحد 5 دولار 50 درهم مغربيه. بالنسبه للعبور كتنتظروا كما قلت لكم هذيك الزورق الصغير حتى كيجي بالناس اللي كانوا تماك في القلعه، وكتركبوا باش تمشيو نتوما الضفة الثانية. ما كتاخدش الوقت بزاف، تقريبا واحد 5 دقائق حتى 10 دقائق على حساب. قبل تاريخ بناء هذا البرج فهو ما معروفش، كيحدوه قبل من الميلاد 300 عام ونهار عشرات المرات قبل ما يوصل لهذا الشكل ديالو، لانه كان في ما كيريب فيه واحد الطرف كانوا كيعاودوا يقادوه. في الحكم البيزنطي كانت استخدمت الجزيره بحال محطه سفن، كانوا السفن اللي كيدخلوا كانوا كيوقفوا فيها. فتح القسطنطينية تبنى فوق هذه الجزيرة برج خشبي باش ما يلتهموش النيران عام 1719. من بعد قام إبراهيم باشا كان رئيس المعماريين في ذلك الوقت بناه صلب ودار ليه هذيك القبة الفوق، يعني بناه بالطوب والحجر باش ما يريبش. ومن بعد السلطان عبد العزيز داروا كبرج مراقبة كيخدموا به في أيام الحرب، وتستخدم أيضا في العهد ديال السلطان محمد الثاني كمكتبة، وبنى ليه واحد الدعامات باقية لحد الآن كتحميه من الزلزال. في عهد الجمهورية التركية استخدم البرج للحجر الصحي، اللي كيكون مريض او لا عنده شي مرض كيجيبوه هنا باش يدير الحجر الصحي. ومنين دخلت الكهرباء بتمنوا اول اذاعة قبل ما يتوقف استعمالها ديك الساعة بشكل تدريجي. وفي عام 2000 تفتح البرج ليكون مطعم، إضافة لكونه مزار للسياحة والراغبين مشاهدة البرج من الداخل. كما كتدخلوا دابا كيبان لكم المطعم، وهنا على اليسار كاين المطبخ ديال المطعم. وبالنسبة لهذا البرج ماشي ضروري أنك تمشي ليه وتدخل المطعم ديالو أو لا تجلس تاكل فيه أو لا، أيضا كاين المقاهي فيه الفوق أنك تجلس في المقهى، لا ماشي ضروري. فانت كتخلص هذيك 40 ليره فقط باش تقطع لهاد الضفه وتشوف تدخل تشوف البرج كيفاش داير من الداخل وتطلع ليه الفوق، لانه راه فيه تقريبا شي 6 ديال الطوابق غادي نطلعوا لهم دابا وغادي تشوف. فايضا يمكن كاينين حتى حفلات الزفاف، يعني الناس كيقوموا بالحفلات ديالهم هنايا، يعني كيكريوه وكيديروا الحفلات ديالهم نظرا للجماليه ديالو والشكل ديالو. وايضا كيداروا فيهم حتى الافطار في رمضان، هنايا كيكون صفرات ديال الافطار، يعني كتحجزي ولا كتجي على حساب واش كتكون الدنيا عامره او لا.
كتشوفوا كتبقاو طالعين هنايا هاد الدرج الخشب. كي كتطلعوا الطبقه الاولى كاين واحد البلاصه مخصصه للناس اللي بغاو يتصوروا باللباس العثماني التركي، كيتصوروا تما، كياخذوا صور تذكاريه كما كتشوفوا الشخص كيتصور. الرواية علاش تبنى هاد البرج؟ فكان في واحد العهد كان واحد السلطان وعنده واحد الفتاة وحيدة، واحد النهار كان ناعس ويجي واحد الرؤية بأن بنته غادي تموت بلاد غادي للتعبان في العيد ميلاد ديالها. فهو أمر ديك الساعة بأنه يبني هذاك البرج يكون وسط الماء، علاش؟ باش ما يوصلوش التعابين وبنته ما تموتش ليه. فاللي طرا انه يوم العيد ميلاد ديالها وهي فاتك البرج وصلوها الهدايا، وصلتها واحد السليله، سله فيها الفواكه والعنب. فوسط ديك السله كان كيتسلل ثعبان، فبدات كتاكل الفواكه وخرج الثعبان وقرصها وتوفات. داكشي علاش سموا داك القصر برج الفتاة. هذه القصه اللي كتداول، ومن هنا غادي نعرفوا بان لا مكتبه لك شي حاجه راه غادي توصلك، غادي توصلك واخا تكوني وسط البحر واخا تكوني في البر. هو باها خاف عليها وبغى يحميها، حطها في هذيك البرج ووصل لها الثعبان. كما كتشوفوا هنايا في الاعلى البرج كيتواجد مقهى كما كتشوفوه، يعني كتجلسوا فيه، كاين واحد الاطلاله زوينه 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 بزاف، كتبان لكم تقريبا اسطنبول كامله من الوسط. ومني كتخرجوا هكا على برا، كان هنا اليوم كان الجو مغيم وكانت بدات كتصب الشتاء، يعني ما باينش الرؤيه، ما واضحاش مزيان، ولكن راه تقدروا تشوفوا كيفاش هذا القسم الاسيوي، الجهه الاسيويه اللي كتشوفوها اللي منين ركبنا باش وصلنا للبرج. والضفه الثانيه غادي نوريها لكم، فوالا هذه هي الضفه الثانيه اللي من الجهه الاخرى اللي كتبان لكم، فهي القسم الاوروبي، هذا القسم الاوروبي من اسطنبول، وهاد الجهه القسم الاسيوي. كاينين بعض الناس ما غايفهموش، فبالنسبه لاسطنبول فجات جات عندها النص ديالها في الجهه الاسيويه، يعني في القاره الاسيويه، والجهه الاخرى في الجهه الاوروبيه. سالات الجولة ديالنا، كنقولوا بسلامة البرج. كتسناو هاد القارب حتى كيجي، يعني كما قلت لكم كل 10 دقائق كل 15 دقيقة كيكون واحد صافي، وكترجعي للضفة الأخرى اللي هي إسكودار. كنتمنى نكون فدتكم في هذا الفيديو، عرفتوا قصة ديال هذا البرج اللي حير بزاف ديال الناس، وكاينين بزاف ديال الروايات. إلا دخلتوا قلبتوا غادي تلقاو بزاف 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 ديال الروايات، كل رواية كتروي قصة، ولكن القصة اللي قلت لكم ديال الفتاة والثعبان فهي أكثر قصة تداولا، لأنه أصلا هذا البرج فهو متعلق بالفتاة، يعني القصص كاملين غادي يذكروا فيهم فتيات اللي على قبلهم كان هذا البرج. وهنا ملي كنوصلوا للضفة الأخرى من إسكودار، إلا بغيتوا تبقاو مازال في الجهة الآسيوية هنايا وتشوفوا بلايص أخرين يمكن لكم، كما بالنسبة للناس اللي غتبغي ترجع للجهة الأوروبية فكترجعوا من نفس الطريق، يعني الساحل كتروا على اليسار وكتبقاو غادين طوالة حتى كتوصلوا للعبارات اللي كيقطعوا بكم الجهة الأوروبية. كتوصلوا العبارات ردوا البال مزيان، الله يجازيكم. الاسماء اللي مكتوبه الفوق لحقاش كاين بزاف ديال الوجهات، يعني ما تركبوش في اي واحد، قراو الفوق الوجهه اللي غادي فيها. الا كنتو ايمينونو قراي الفوق ايمينونو، الا كنتو فحال دابا غادي لبيشيكتاش كاباتاش اللي غنمشي فيه انايا فهو هو اخر واحد. غادي نخلص دابا في اسطنبول كارد، غادي نخلص 3.5 3.5 ليره، تقريبا قولي شي 4 دراهم 4 دراهم ونص بالدرهم المغربي،
دولار نص دولار تقريبا. بالنسبه للناس اللي غيتسائلوا كيفاش يمكن لهم يوصلوا لهذا البرج، فالفيديو السابق شرحت لكم كيفاش وصلنا ليه، غادي نخلي لكم الرابط ديالو في صندوق الوصف، اللي مازال ما شافوش يدخل يشوفوا، كنشرح اكثر كيفاش وصلنا. وهنا غادي يكون الفيديو ديالي سالا، كنتمنى يكون عجبكم وتكونوا استفدتوا منه. بالنسبه للناس اللي باغيين يجيو يزوروا تركيا وحتى اللي مازال ما غايجيوش، هذا فيديو يحفزهم باش يجيو، مرحبا بكم. كنتمنى نكون فدتكم. الى عجبكم الفيديو كيف العاده خليوا لي لايك باش تشجعوني، وبارطاجيو مع احبابكم باش تعمل الفائده. كنشكركم بزاف، والى فيديو جاي ان شاء الله.